وفي نماذج تانية كتير في اتأثرتي بيهم يا دي. اه, آه كانت بتطلع من التجربه بتقف على رجليها وما بتخليش حاجه توقفها, توقفها أبداً. لا فحبيت ان انا ادخل في البطله عشان كده انا قلت الاحداث حقيقيه اخد من كل واحده حاجه ايه اللي لفت انتباهك في القصص خلاكي تختاريها لانه انت عندك قصص كتيره جدا ومش هقلل من قصه وهكبر من قصه لانه اكيد حقيقة. كل ست مرت بصعوبه بصرف النظر عن احنا شايفينها عامله ازاي هي بالنسبه لها صعوبه هي كانت بالنسبه لها تحدي احنا صحيح. شفناها حاجه صغيره شفناها حاجه كبيره ده مش راينا احنا في القصه صحيح. هي مرت بمشكله حقيقيه كانت ممكن توقفها بس هي اختارت انها تكمل واختارت انها تتخطى ده وتقف صحيح. على رجليها واحتمال يكون ما كانش عندها اختيار تاني ده حقيقي. انها تكون قويه أوه. وتعدي ده حقيقي انا قلت ما عندهاش رفاهيه الانهيار ما عندهاش رفاهيه الانهيار ولا الاختيار صحيح مش بس الانهيار مم. فخلينا كمان نعرف ايه سر انتباهك للقصة دي او للقصص دي بشكل عام يعني مم. كانت ايه الحاجه المتشابهه في كل القصص اللي قررتي انك تختاريها عشان تحطيها في روايتك يمكن انا كنت متعاطفه مع الست اللي بتلاقي نفسها فجاه بعد ما كان ليها مثلا سند وليها زوج بتعتمد عليه فجاه لقت نفسها لوحدها ومعاها اطفال. مم. كتير قوي يعني نسبه كبيره قوي من الستات بتلاقي نفسها فجاه بتواجه الحياه لوحدها. مم. ولما بيكون في اطفال الموضوع بيبقى اصعب أكيد. كمان. ف... كنت مدخله في الروايه حاجات كتير جدا علاقه الست باولادها ازاي انها بتبقى من جواها مثلا تعبانه نفسيا بس بتحاول ما تبين لهمش ده وبتحاول تبتسم دايما قدامهم آه. عشان تحافظ على على نفسيتهم طبعا وكمان من ناحيه تانية علاقتها بابو الولاد ابو الولاد علاقتها لازم تبقى كويسه وتحافظ عليها بقدر الامكان عشان خاطر برضو تحافظ على نفسيه الولاد. طبعا. فالموضوع ده انا لقيته متكرر طبعا. جدا وازاي ان فعلا نفسيه الولاد بتفرق كتير لو علاقه الام بال بالاب كويسه, بالأب كويسة. مهما كانت اتاذت منه غصبا عنها حقيقي. تقدر تتخطى الجزئيه دي وده ما بيبقاش سهل خالص. بس بيبقى عايز ان عايز قوه وعايز صبر صحيح. وحاجات كتير قوي فانها تحط مشاعرها على جنب وتفكر في مصلحه الولاد ده صحيح. ده ما بيبقاش صحيح. ما بيبقاش سهل. اه اكيد طيب عايزه اتكلم معاكي شويه عن شكل التحديات. أكتر المشاكل اللي انت شايفاها في 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 مجتمعنا من خلال احتكاكك بالست اذا كان في تحقيقاتك اذا كان في مقالاتك الصحفيه اذا كان في برنامجك اللي عملتيه عن حواء اذا كان في من خلال روايتك بقى كمان يمكن ساعات نظره المجتمع ساعات للست قصية. ما ب... اه قاسيه وساعات كمان بي... بيحملوها اللوم اللوم ولدرجه ان هي ممكن من جواها تحس يمكن يمكن انا اللي غلطت يمكن م. انا ال... انا اللي دايما هي اللي ما استحملتش بالظبط دايما هي م. اللي ما قدرتش دايما صحيح. هي اللي هي, السبب. دايماً السبب. هي السبب هي دايما هي السبب دايما هي اللي ردت بتتلام. دايما هي فهي دايما اللي وكأنها بن... بتعمل كل ده لوحدها ده حقيقي يعني بنلغي الطرف الثاني خالص ده, ده حقيقي يمكن ده آه. اكتر وده بيبقى زي عبء عليها برضه انها تحس ده كمان ما فيش تقدير صحيح طب ده انا ما فيش احساس باللي انا مريت بيه على الاقل يعني ومحدش حاسس انا مريت بايه إنتوا شايفين بس بس حطوا نفسكم كده مكاني وشوفوا انتوا كنتوا هتتصرفوا ازاي ده حقيقي. حقيقي كل ده بي بيصعب عليها كمان الموضوع اكتر صح. ومن ناحيه تانية برضو بيبقى عليها بقى ضغوط يبقى الشغل مثلا من ناحيه لا ده انا لازم انزل واشتغل طبعا. علشان يعني عندها التزامات ومن ناحيه مش كل الناس بتشتغل رفاهيه على فكره بالزبط. ومش كل الستات بتشتغل عشان هي بتحب الشغل ومش حقيقة. كل الستات بتحب تشتغل عشان هي عايزه توصل لمكانه معينه في شغلها لا في ستات مضطره انها مضطرة تنزل مضطره انها تنزل لازم تشتغل طبعا. ومن ناحيه ثانيه مسؤوليه الولاد صحيح. والبيت غير التربيه ودي ودي لوحدها برضو يعني طبعاً. موضوع مش سهل خالص